تعرف اللي الجمعة اللي فاتت العالم الكل قاعد يتبع في الانتخابات الأمريكية، والناس الكل في تونس شامتة في ترامب وهابطة فيه تفدليك وتقشتيلو ميم. أما غير ما شق برورو بور عنا طرح كاسح ومهم بالنسبة لينا قاعد يتحضر، وسيدي جاب دي نهار اثنين واللي هو ملتقى الحوار السياسي الليبي اللي قاعد يتعمل في تونس، وحتى الأمم المتحدة داخلة في العجل. ليفينمو ينجم يكون تاريخي ويتحسب بالصالح تونس، هذا بتبيع لو كان الليبيين يخلطوا يتفاهموا وتولي ليبيا لا كرتوش يخيط لا قبائل تتحارب لا شرق وغرب لا جيش يحكم ولا دواعش تصور وجوه. ما يخفى على حد وإنه تونس من مصلحتها ليبيا تركه، ليبيا اللي عندنا معها حدود مش آمنة، تجارة معطلة وسوق شغل مسكر وحالة متعبة أصلا. مالا برا جيب شربك وإجا إركش خلي نفركوا الرمان. لازمكش تكون خشين وجاهبت باش تعرف وانه ليبيا دولة مهمة برشا للاقتصاد التونسي. عام 88 بن علي والقذافي حلوا الحدود ودار الدوليب التجاري، مواد غذائية على مواد بناء على يد عاملة بخلاف السياحة والخدمات الصحية. في نفس الوقت كثروا الكناطرية والجنوب اللي فيه لا تنمية لا استثمار لا حتى شيء، ولاو جزء منه يعيشوا من ليبيا. حسب احصائيات البنك الدولي اكثر من 90,000 تونسي كان مقيم ويخدم في ليبيا ويبعث في الفلوس لعائلته. الحدود هاي سكرت هاي حلت هاي حكمة فيها الميليشيا الفلانية هاي لعبت لها القبيلة الفلانية. خسرت السوق الليبية تكلفت على اقتصاد تونس 0.9 نقطة نمو كل عام من 2011 ل 2015. أما الدولة التونسية وليت الأولوية متاحة تأمين الحدود مع ليبيا، خاصة وإنه الإرهاب بدأ يضرب وسلاح بدأ يدخل. على ذكر السلاح، من 2011 ل 2017 الجيش التونسي شد أكثر من 500 كلاشينكوف وأكثر من 530 RPG و 380 قنبلة و 700 لغب، واللي أكثرية متاحهم دخلوا من ليبيا. أما مش أول مرة ومش كان السلاح قاعد يدخل من ليبيا، وحتى إرهابيين قاعدين يدخلوا، وإلا توانسة بشاو يتدربوا في ليبيا ورجعوا بشاملوا عمليات إرهابية. المناطق الحدودية في الجنوب التونسي كانت هدف استراتيجي بالنسبة للإرهابيين، ومنهم بن قردان اللي في 2016 هجموا عليها وحبوا يفكوها ويردوها إمارة أصلا. الكل نعرفه وإنه مع طيوح نظام القذافي في 2011 أمور دخلت بعضها وليت حرب، وكل واحد يضرب على درابوه باش يفك مناطق ثروات وسلطة، النفط الغاز السلاح المطارات والمعابر الحدودية. ليبيا تفتفتت اقتصادها دقدق، أراضيها تقسمت ومصالحها ضاعت. دول من الخليج للاتحاد الاوروبي من امريكا روسيا كلهم اتكتلوا وتورطوا في الحرب في ليبيا. وقت اللي في تونس عملنا انتخابات في 2011 وكتبنا الدستور، وعملنا انتخابات اخرى في 2014 و2019، عملنا مجالس جديده وبرشا قوانين وصفرينا من برشا كوارث. في ليبيا صاروا زوز انتخابات في 2012 و2014، اما في كل مره تزيد الامور تتمشكل وليبيا تتقسم، حكومه في الغرب في طرابلس وبرلمان في الشرق في طبرق، قياده عسكريه شادها حفتر في بنغازي في الشرق، ومجلس رئاسي شادو السراج في الغرب، وكانك على الدبلوماسيه التونسيه لعبتها سويسرا العرب لا مع هذا لا مع هذا. ومن وقتها برشا مبادرات دوليه والكلها تحب تلقى حل سلمي في ليبيا، اما بتبيعها فمش قطوس يستد ربي. ابداها في غدامس عام 2014 وبعدها في 2015 في المغرب وين خرج اتفاق الصخيرات، زيدها مؤتمر باليرمو في 2018. من وقتها في بينا ليبيا مشيت في ثنيه جديده، وفي بينهم اللي باش يعملوا انتخابات في 18 شهر جاي، اما خلطوا للعين وما شربوش. في 2019 الحرب رجعت، من وقتها الدنيا ماكله بعضها، لا محاله لا الامارات ومصر لا تركيا وقطر، وحتى الرواسة والامريكان ما قصروش. في جانفي 2020 الحوار الليبي رجع بعد ما المانيا دخلت في الطرح بقوه، انجيلا ميركل استدعت الطامه والعامه، فرنسا ايطاليا تركيا الامارات ومصر بريطانيا روسيا وامريكا وحتى من الكونغو. لمكنتي ما فهمتش علاش الكونغو. اما تونس اتحجرت وقعدت على التوش. وقتها قيس سعيد مازال كي ولا رئيس، واستغرب علاش المانيا ما عيطتلوش للقعده. عاد ميركل حشمت وقالت له والله ما ساره مرحبا بيك يا اخي سعيد، قال اللي مستدعي في نهاره يقعد في داره. في مؤتمر برلين الناس الكل عرفت اللي الزنقه وقفت للهارب، وعاودوا تقابلوا سبتمبر اللي فات في مونترو في سويسرا وين تفاهموا على انتخابات بعد 18 شهر. بعدها الليبيا يتفاوضوا في مصر والمغرب وسويسرا. شهر التالي في مصر تلمت لجنة عسكرية، في المغرب تلمت المجالس، وفي سويسرا تفاهموا على وقف اطلاق النار. حبس الضرب، درنا درنا ورجعنا لتونس، وكما قلنا وانه الليبيا قاعدين يتفاوضوا بحذانا. هاكا بعد 10 سنين الدبلوماسية التونسية نجحت باش تكون مؤثرة. يا اخي هذه دبلوماسية ولا كونيكسيون توب نت؟ لا محالة، البيجي قايد السبسي حاول، فبحيث عيط للسراج وحفتر وغضبهم الزوز، بعد سايب الحكاية معلقة وتلهي في عرك الشقوق وترميم نداء تونس ومشاكله الصحية، حتى يكشي اللي نهز ربي متاعو. طول العشر سنين تونس باقي جايبتها سويسرا العرب، لغة رانا محايدين وعلى نفس المسافة من جميع وجيب ما كلاوي. في 2014 اللي يحكموا في تونس مقسومين بين النهضة اللي مع فايز السراج وحكومة طرابلس، وجزء من نداء تونس ومشتقاته مع جيش حفتر.
خدام التوانسه اللي في ليبيا والجنوب اللي يسترزق من التجاره الحدوديه قعد بين البيني. في الوقت ذاك الخارجيه التونسيه عملت بدعه لبعضها لقبلها واعترفت بحكومه الغرب وبرلمان الشرق. في بينهم الغضب وحد يا اخي خرجنا من الطرح. المعروف اللي بين تونس وليبيا فما علاقات تجاريه وصلات قرابه ونسب، وخاصه في مدن جنوب تونس، وحتى سياسيا كان ثم علاقات مستقره نوعا ما، لدرجه وانه تونس وليبيا كانوا باش يعملوا مشروع الوحده عام 1974. وقتها تنبك القوميه العربيه كانت باش تتاسس الجمهوريه العربيه الاسلاميه اللي رئيسها الحبيب بورقيبه، وبن علي كان عنده دور مهم فيها. اما المشروع هذا ما تجاوزش على النوايا وفيه في 48 ساعه القذافي فرفت وبورقيبه رجعوا لبلاصته، واللي ناس يفكروا في خطاب البرماريو وحده والله الوحده لبس بيها كذا. يا سيدي انا قال لي مستعد باش نسلم لك الحكم. وفي الثمانينات وقت اللي صاروا برشا تحركات احتجاجيه في تونس، الحكومه التونسيه اتهمت ليبيا انها تحرض ضد النظام، واقفه في صف التحركات الاحتجاجيه كما احداث الخبز واحداث قفصه عام 80 وغيرهم. وفي الوقت هذاك ليبيا طردت 3000 تونسي يخدموا غاديك. اليوم الدور التونسي في المفاوضات الليبيه لوجستي وتنظيمي بحت، هذا حسب كلام وزاره الخارجيه، يعني طبيبه ماء على ليبيا. وبما انه تونس خذت الحياد لا تنجم تميل لمع هذا لمع هذا، واكثر حاجه تنجم تعملها انها توفر الظروف ملائم الكل باش المفاوضات هذه تنجح، وهذه اهم حاجه بالنسبه للبلاد، لانه من جهه رجوع دوله ليبيه موحده ومسيطره على اراضيها وقوتها العسكريه يرتحنا ويخفف علينا جوج من تامين الحدود ويولي فما تنسيق ونعرف واش فما وما فماش. ومن جهه اخرى وهذا الاهم، وانه الاستقرار في ليبيا ينجم يعطي فرصه للاقتصاد التونسي وترجع المبادلات التجاريه والمعاملات مع جارتنا اللي تنجم تخفف الازمه نتاعها. يا خويا مانيش مكبرين كروشنا برشا، شركاتنا يشاركوا في اعاده الاعمار والبناء وخدماتنا يمشيو يسترزقوا في ليبيا. اما قبل هذا كل لازم نرقحوا امورنا الداخليه، وخاصه الكونترا اللي قاعده تخسر في الدوله في برشا فلوس. نحنا ما علينا كان نسبق الخير ونتفرج ونصليو على النبي ونحطوا جيم ونعملوا كومونتير ونعملوا سبسكرايب وهاو الانستغرام تاعي والانستغرام تاع نويت، ونشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.